السيدة رتيبة النتش عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين. أهلا وسهلا بك سيدة رتيبة. وبعد هذه التطورات وما استمعنا إليه في المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري دفاع إسرائيل والولايات المتحدة، كيف تنظرين إلى الواقع الفلسطيني؟ هل يمكننا أن نشهد هدنة ولو لفترة قليلة يمكن خلالها الفلسطينيون أن يتنفسوا الصعداء وربما يحاولوا أن يعني يرتاحوا ولو لأيام قليلة من القصف المتواصل؟ يعني أولا ما يتم تباحثه منذ أيام في أوروبا بمشاركة أيضا قطرية وبعض الأقطار العربية مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية هو ليس هدنة قصيرة المدى وإنما هدنة طويلة المدى أو مجموعة من الهدن، بمعنى أنه إطلاق النار أو العمليات العسكرية واستمرار بهذا الشكل هو يهدد أيضا صورة إسرائيل في العالم ومصالح كل الأطراف، ليس فقط الجانب الفلسطيني المنهك وبحاجة إلى التقاط الأنفاس، وإنما الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشدة، هنالك خسائر في صفوف الجيش كبيرة، وهنالك أيضا موجات احتجاجات تتصاعد في المجتمع الإسرائيلي وهي أيضا عوامل ضغط، بالإضافة إلى العوامل الضغط الدولية كما شهدنا في التصويت الأخير في الأمم المتحدة، 153 دولة صوتت لصالح وقف إطلاق النار، بمعنى كل هذه الأمور الضغط سواء كانت الداخلية أو الخارجية على المجتمع الإسرائيلي، وأيضا سنة انتخابية جديدة قادمة للولايات المتحدة الأمريكية تجعلنا نتحدث ليس عن هدن قصيرة الأمد كما حدث مسبقا هدنة 7 أيام وإنما هدن طويلة، أيضا سيكون فيها تفاوض على إطلاق سراح بعض الأسرى وسماح أيضا للمقاومة الفلسطينية باختيار بعض الأسرى في التبادلات. كل هذه الأمور مطروحة على طاولة المفاوضات فعليا ما بين المقاومة الفلسطينية. لكن أستاذة رتيبة، ما الذي يشير إلى ما تتحدثين؟ وطبعا نعلم جيدا أن هناك في الأفق حديث عن وقف الإطلاق النار أو هدن طويلة الأمد، ولكن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لا تبشر بهذا، وهل هناك أي مؤشرات في حديثه تشير ربما إلى ما تتحدثينه أو ما تقولينه بشأن هدنة طويلة الأمد تلوح في الأفق؟ حديثه مثلا عن المساعدات الإنسانية أو عن تخفيف الضغط على الضفة الغربية وتقليل القصف، هل هذه مؤشرات في رأيك؟ يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية أعطت عدة مؤشرات قبل حتى المؤتمر الصحفي الأخير، تتحدث عن تغيير آليات العمليات العسكرية بحيث تكون أقل فتكا، خلينا نحكي في المدنيين والبنى التحتية، هي لا تتحدث عن وقت كل لإطلاق النار، هي تدعم إسرائيل في تحقيق أهدافها ولكن تريد أن تكون هذه الأهداف بطرق مختلفة، بمعنى ليس بطريقة القصف المكثف الذي تتبعه إسرائيل اليوم، وهذا كان في خطابين واضح جدا في خطاب الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة. هنالك لقاءات ما بين مسؤولين في المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تمت في فرنسا مع مسؤولين من قطر كوساطة مع المقاومة الفلسطينية لبحث هذه الأمور وغيرها، وكان هناك تصريحات عدة مسبقة أيضا لوزير الدفاع الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين تحدثوا بها بشكل واضح بأنه لربما سيكون الإفراج عن بعض الرهائن عن طريق المفاوضات. هذه الدلائل جميعها نضعها في كفي الميزان، نحن لا نتحدث عن وقف كلي للعمليات على قطاع غزة، نحن نتحدث عن مجموعة هدن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، تسمح بتحديد أهداف عسكرية محددة وليس يعني كما يحدث الآن تدمير كل للبنى التحتية والسكان، وهذا أيضا يعني له دلالة، بمعنى عندما نتحدث عن إدخال المساعدات الإنسانية اليوم يدخل تقريبا حوالي 60 شاحنة يوميا من معبر رفح، بالأمس تم افتتاح أيضا معبر كرم أبو سالم لإدخال بعض المساعدات للمؤسسات الدولية بشكل مباشر لزيادة وتيرة هذه المساعدات، ولكن المتحدث عنه اليوم يزيد عن 500 شاحنة، يتحدث أيضا عن إخراج جرحى للعلاج في الخارج بأعداد أكبر مما تخرج اليوم وإدخال مساعدات طبية، كل ذلك بحاجة إلى تهدئة إطلاق النار وتقليص العمليات العسكرية الشاملة، وهذا ما يمهد
كما تحدثت سابقا عن مجموعة من الهدن ومجموعة من وقف إطلاق النار طويلة الأمد تستطيع من خلالها أيضا إسرائيل إعادة التموضع في عملياتها وإقناع العالم والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تسأم من فشلها في تحقيق أي هدف عسكري بوجود أهداف عسكرية أولا، ويعطي أيضا الجانب الفلسطيني المجال لترتيب الأوراق مرة أخرى. أيضا من جانب آخر، الإدارة الأمريكية قلقة جدا من تطور الأوضاع في الضفة الغربية، وهي تحدثت عن ذلك صراحة، وهي تتحدث عن اليوم التالي للحرب، وتتحدث في اليوم التالي عن الحرب أيضا في تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تكون قادرة على إدارة قطاع غزة. وهذا دفع يعني بكثير من التصريحات، حتى تصريحات من قبل المملكة العربية السعودية التي تحدثت بأنها تؤمن بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة اليوم بما تمتلك من موارد على إدارة قطاع غزة. بمعنى نحن لا ننظر فقط إلى الخطاب أو الصحفي بدلالاته فقط الآنية، وإنما نتحدث عن اللقاءات التي جرت أيضا مع المسؤولين الأمريكيين مع يعني أعضاء في السلطة الوطنية الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية والإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، والأمور التي طرحت قبل البدء في هذا المؤتمر الصحفي.